استقبلوا رئيس الحكومة. أول حاجة استقبلوا رئيس الحكومة ومن بعد غادي يمشي القصر الملكي. التمر والحليب يا سيدي، التمر والحليب. هو رئيس الحكومة المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله الأصدقاء والأحباب، تبارك الله على محبي قناة جبالك تميتي، بتحياتي لكم. كما شفتوا الوصول ديال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب، واستقبله رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، ولهذا الاستقبال. ومن بعد كما شفتوا دابا غيتجهوا القصر الملكي بالرباط إن شاء الله. هذا هو اللي كان الفيديو ديالنا. ودابا الاعداء ديال الوطن عرفتي غادي تطرقوا، غادي انفجروا، غادي انفجروا. يلا الاخوان تحياتي لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. وغنشوفوا ضروري غنعملوا شي فيديو ونشوفوا شنو الاتفاقيات اللي عملوا ما بين المغرب واسبانيا، وديك الساعه نعملوا واحد الفيديو ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، شويه ديال الجيمات الله يرحم الوالدين ديالكم. تحياتي لكم وفطوركم مبارك، يلا بالصحة والراحة والفطور. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.